كريم عن صيغة الدعاء المستجاب بعد صلاة النافلة. لا دعاء بعد النافلة يا إخواني، الدعاء في صلب الصلاة، الدعاء في صلب الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: وفي السجود أكثر الدعاء قبل أن يستجاب لكم. ولم يصح ذكر بعد النافلة إلا في موطنين: بعد الضحى ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم، وبعد الوتر سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. أما ما دون ذلك دعاء مرفوع برفع أيدي بعد فريضة ونافلة ليس عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ما عليه سنة النبي. يا أخي، هب أنك في مجلس عظيم من عظماء الدنيا وقال الحوائج عندي، يلا كله يجيب إيش حاجته التي أقدر على إنفاذها، أكنت تعرضها في المجلس أم بعد أن تنصرف من عنده؟ ولله المثل الأعلى. يا أخي النبي حديث الله يجزاه خير، حديث رواه النسائي من حديث أنس عن أمه رضي الله عنها وأرضاها، أم سليم جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: سبحي عشرا واحمدي عشرا وكبري عشرا ثم سلي حاجتك، يقل لك يقل لك قد أجبتك قد أجبتك قد أجبتك. قال أهل العلم: له وجهان، يا في السجود يا بعد التشهد وقبل إيش وقبل السلام. قال عليه الصلاة والسلام واللي قال بعد ما تتشهد وتتعوذ التعوذات الأربع، قال: وليتخير من الدعاء أعجبه إليه. نعم أي سيدي، قد أجبتك قد أجبتك قد أجبتك، خلاص. حتى بعد الصلاة مفروض هذا سيدنا في السجود أو بعد التشهد قبل السلام؟ بعد الصلاة مفروضة، ما في دعاء لا بعد مفروضة ولا بعد نافلة إلا ما دل عليه الدليل كدعاء الاستخارة. حديث جابر عند مسلم قال: يصلي ركعتين من دون الفريضة ثم يدعو. هذا الدعاء ورد فيه ودعاء إيش. أما الدعاء المطلق تلقى كثير من الناس إن هو بعد ما غلق وجالس يرفع يده. أنت كنت في موطن ملك الملوك وفي السجود أكثر الدعاء قامنون أن يستجاب لكم. حديث: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قيل: دبر الشيء ملحق به، إذا قلت دبر الحمار أو دبر الدابة مقطوع عنها ولا ملحق بها؟ فقالوا: الدبر هنا بعد التشهد وقبل وقبل السلام. ما نقدر نقول كده عشان في بعض أهل العلم تكلموا فيه، لكن نقول خلاف السنة. لكن الدعاء في أي وقت جائز، ما في كلام.